في نوفمبر من العام الماضي أعلنت فيسبوك أنها ستعيد تسمية نفسها باسم ميتا، والاسم الجديد يعكس تركيزهم على ميتافيرس. واختار مارك زوكربيرغ اسم ميتا الذي يعني باللغة اليونانية القديمة ما بعد، للدلالة على أن ثمة أشياء إضافية ينبغي بناؤها. حتى ولم تكن مهتماً أو متعمقاً بعالم التقنية، فلا بد أنك سمعت مؤخراً عن ميتافيرس. استخدم مصطلح ميتافيرس للمرة الأولى في رواية الخيال العلمي سنو كراش في عام 1992، وهو ما يؤكد أن المصطلح ليس له علاقة مباشرة بفيسبوك أو شركة ميتا، إلا أن ميتا الشركة الأم لفيسبوك وصفت ميتافيرس بأنه مزيج من التجارب الاجتماعية التي ستتوفر عبر الإنترنت، والتي قد تتوفر أحياناً بطريقة مجسمة 3D أو من خلال الاندماج في الواقع الحقيقي، وذلك في إشارة للاعتماد على تقنية الواقع الافتراضي VR أو الواقع المعزز AR في توفير تجارب اجتماعية جديدة. يوجد هناك عدة شركات تساهم في بناء عالم ميتافيرس، من أبرزها جوجل من خلال إطلاق منتج نظارة جوجل جلاس في نوفمبر من العام الماضي، ومايكروسوفت من خلال إطلاق خدمة ميش على برنامج تيمز، حيث يمكن للمستخدمين اختيار شخصية افتراضية تمثلهم خلال الاجتماعات. منصة باينانس، وذلك عبر توفير مكان للمشترين والبائعين لتداول الـ NFT بعالم ميتافيرس. شركة إيبك جيمز، حيث تمتلك فورتنايت، والتي تضم منصة اجتماعية واسعة وعالم افتراضي يضم أكثر من 350 مليون لاعب. ويبقى السؤال، لماذا يستحوذ ميتافيرس حالياً على اهتمام الجميع؟ وما الدور الذي سيلعبه في مجتمعنا المستقبلي؟ يبدو أن التكهنات لا حصر لها بخصوص الثورة التي سيحدثها ميتافيرس. العديد من منتجات ميتافيرس التي تعمل عليها ميتا لن تكون جاهزة قبل مرور 10 إلى 15 عاماً، وذلك وفقاً لمارك زوكربيرغ. ورغم أن ميتافيرس نفسه سيكون مجانياً، فإن التقنيات باهظة الثمن هي التي ستمثل عائقاً لاستخدامه. يقول خبراء التقنية إن السباق هو إنتاج أجهزة جديدة للوجه تختلف تماماً عن الهواتف الذكية، حيث يمكننا التواصل مع الأصدقاء من جميع أنحاء العالم بضغطة زر واحدة، سواء عن طريق مشاهدات الحفلات الموسيقية أو لعب ألعاب الطاولة أو عقد الاجتماعات. ويبقى السؤال، هل تنجح خطة فيسبوك أو ميتا لخلق عالم افتراضي كامل، أم أن الواقع لا يزول؟